فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يسأل سائل عن رغبته في الاعتكاف طلبا وتحريا لليلة القدر، فهل يمكنه أن يخصص مكانا في بيته في هذه الأيام التي منع فيها من المساجد لعله يوفق لالتماس ليلة القدر ويبتعد عن مشاغل الدنيا وفتنها؟ أقول لا بأس بذلك للإضطرار، فلعدم وجود المساجد يجوز أن يتخذ من بيته أو من أي مكان آخر معتكفا يعتكف فيه للإضطرار، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك، انا متجوزه زوجه ثانيه. حضرتك معايا؟ ارفعي صوتك واوجزي. الو. متزوجه زوجه ثانيه وبعد؟ ايوه. لو سمحت، جوزي ما بيقابلش جن خالص. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، متزوجة بزوجة ثانية وزوجها لا يعدل، وبعد ذلك ما السؤال؟ بلا ريب أن عدم العدل ظلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا، عامل ايه؟ الحمد لله. هو عايز اسأل سؤال يا شيخنا، معلش يعني. نعم. ليا واحد صاحبي اشترى عربية قسط من البنك، دفع مقدمة 100,000 جنيه، بعد سنة من سداد القسط عليه قسط 5 سنين، بعد سداد القسط بعدها بسنة اتدين ومعهوش يدفع فلوس القسط بتاعت العربية. انا عرضت عليه ادفع له الاقساط كل شهر، بس هديها له هو وهديله 30,000 جنيه من المقدمة اللي دفعها، والباقي هياخده بعد سنة ونص من الجمعية، وهديله 30,000 جنيه مقدمة، وباقي ال 100,000 هياخدهم بعد سنة ونص، انا عامل بيهم جمعية هديهم له، وانا اديله القسط كل شهر يروح يديه هو للبنك، انا ماليش دعوة. هل يجوز ان انا كده اشتري العربية ولا لا يجوز ليا؟ اولا، هو على السيارة حظر بيع ام لا؟ هو اكيد على حظر بيع. خلاص، حظر بيع لا يجوز ان يبيعه عليه حظر بيع. هو هيعمل لي بقى توكيل تشغيل واداره على العموم. البيع لا يجوز ما دام عليه حظر بيع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، الله يبارك فيك. ربنا يرضى عنك يا شيخ. وعنك. بعد اذنك، في سؤالين بعد اذنك. نعم.
السؤال الاولاني فيه، هل انزال المعصيه في نهار رمضان، هل ايه يعني انزل مع انزال معصيه في ليل رمضان واصبح صائم؟ كيف انزال معصيه في غير رمضان واصبح صائم؟ في ليل رمضان واصبح صائم يعني صيام بطل. يعني ايه انزال معصيه يعني؟ انزال يا مولانا المني. الانزال بمعنى عموما بمعنى رجل اصبح جنبا لكن ما اغتسل قبل الفجر لكنه نوى الصيام، الصيام صحيح. لا اقصد انزال يعني جنب. انا فاهم كلامك كويس، لا احب ان افصل في هذه الاشياء القذرات على الهواء. رجل اصاب شيئا وانزل منيا من الليل ولم يغتسل، طلع الفجر وهو جنب، الصيام صحيح اذا نواه. عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، ولكن رجل ما مارس الجماع الحلال، المهم اصبح جنبا. السلام عليكم، الصيام صحيح. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، كنت عايزة بس احكي لك، انا الوقت متجوزة بقالي 3 سنين ومعايا طفلين، معايا ولدين، فانا عندي ولد عنده سنة ونص والثاني لسه والدة لي شهرين. انا لما جيت اولد، انا بروح اولد عند اهلي في البلد، فرحت ولدت عند ماما، قعدت شهرين، رحت قبل الولاده بشهر، وبعد الولاده وقعدت بعد الولاده بشهر، يعني عشان بولد كنسر وكده. فجيت لقيت جوزي متغير معايا تماما، بيضربني، بيخبي الفلوس عني، وانا عمري في حياتي ولا سرقت. يعني ما السؤال؟ يعني ما السؤال يا اختي؟ ما السؤال؟ السؤال ان انا مش عارفه هل اتطلق منه. لا اصبري اصبري، البعد جفاء كما يقولون. متغير معايا جدا. اسمري 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 ادعو له بالهدايه. السلام عليكم. عليكم بركاته. نعم. عايز اسال سؤال للشيخ لو سمحت. اتفضل. اقول السؤال يعني؟ اتفضل. ولدي مطلق. ومعاه 3 بنات. ابني انا يعني مطلق زوجته ومعاه 3 بنات، وبدي انا فزعني عن طريق المحكمه. وابني ده قاعد معايا، مقيم معايا يعني في البيت، وبنفق عليه. هل يجوز ان انا ادي ابنائه البنات دول جزء من زكاه المال؟ لا، هو يعني هو المسؤول عنهم. هو فقير؟ نعم. هو فقير؟ هو قاعد معايا، هو فقير. ايوه هو قاعد معايا، لا شغل ولا مدرسه ولا ما بيشتغلش. في نفس الشقه ولا ايه؟ نعم. في نفس الشقة؟ في نفس البيت. ايوه هو ليه شقة مخصوصة في البيت معايا. ايوه بس بياكل ويشرب معايا يعني، لأنه لا ليه شغلة ولا مشغلة. لا أنصحك ألا تعطيه منها، ما دام يأكل معك ويشرب فزكاتك رجعت إليك. نعم. أقول ما دام يأكل ويشرب معك في البيت. ايوه زكاتك سترجع إليك. أما إذا كان في معيشة مستقلة ف لم يجب عليك حينئذ الانفاق عليه، يجوز اذا كان في معيشه مستقله. لا تعطيه زكاه الفطر ما دام ياكل ويشرب معك في نفس البيت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخنا اسال الله ان يبارك في عمرك وكل عام وحضرتك بخير. وانت طيب. تفضل الله. سؤال يا شيخ. ما السؤال؟ عندي ألم شديد في ضرسي، فجبت برشامة كده مسكر تمام، وطحنتها ووضعتها على ضرسي ومضمضت الجرنطل كده وغطفت المضمضة. المضمضة والبرشامة دخلت في الجوف أم لا؟ لا لا لا، أنا دهنت بقى ضرسي بس كده وسبتها لمدة أقل من دقيقة ومضمضت ورجعتها تاني. كمعجون الأسنان. كمعجون الأسنان. ما دام لم يصل إلى الجوف الصوم صحيح. جزاك الله خيرا. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ. نعم. لو سمحت فضيلة الشيخ، عايز اسال عن شهادات الاستثمار، فايه بتاعتها؟
ربا. ربا. طب الواحد يتخلص منها في ايه؟ هل لو طلعها لواحده مثلا بتجهز عروسه وكده ينفع ولا لا؟ ما في مشكله، لكن لا تكون قريبه لك، هل حتى لا ترجع لك وجهها. يعني هي واحده جارتنا بتربي في يتامه يعني، فلو طلعت سلمي الفلوس لشخص غريب يوصلها لها. نعم، سلمي الاموال لشخص غريب عنك يوصلها اليها. تمام. السلام عليكم. الو. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين بعد إذن. تفضل. أنا شغال مع جماعة كده وظلميني وبدي عليهم. والسؤال الثاني، أنا بمصمص بوقي كده وقت بينزل دم. يعني دايما كده ينزل دم من سناني كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، شخص مظلوم هل له أن يدعو على ظالمه؟ نعم يجوز، والعفو أفضل. أما الجواز فلأن الله قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم يجوز له أن يجهر بالسوء من القول. وفي تفسير السوء من القول وجهان: أحدهما الدعاء على من ظلم، والثاني التشهير به في الناس. ولكن العفو أولى، لقول الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أما المضمضة التي يصاحبها خروج دم وتبزقه فلا تفطر الصائمة. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت سيدنا، كنت عايز اسال، لو انا بشتغل ببيع اجهزه لدى شركات ثانيه، الاجهزه دي مش عندي كنظام سمسره، بعرض على الناس الحاجه على الانترنت وبقول لهم ان الحاجه دي سعرها كذا، لكن الاجهزه دي مش ملكي انا، مش عندي انا، تمام؟ لكن الشركات دي بتبقى عارفاني كويس وانا بتعامل معاهم بشكل متكرر يعني، هم مثلا بيدوني الحاجه مثلا الحاجه دي ب 10، انا بقول للعميل اللي بيشتري الحاجه ب 10 ونص. هل العميل يفهم انك وسيط ولا يفهم انك تاجر ولا ايه بالضبط؟ انا اسف، يعني افترض ان انا جئت اشتري منك، انا بشتري منك يعني على انك بائع او وسيط، فهمني يعني. هل انا ما بقولش لحضرتك يعني لو حضرتك بتشتري مني ما بقولش لحضرتك ان انا وسيط او بائع، انا ما بقولش لحضرتك ان انا وسيط يعني بتبالي على انك تاجر. بدأ لحضرتك على ان انا تاجر وبقول لحضرتك ان الحاجه دي بتاعتي. هو حينئذ لا باس، لكن تخيرني بعد ان تتملك السلعه. ما الفكره ان هو ده مصدر دخلي الوحيد، ان انا ما عنديش امكانيه ماديه ان انا اتملك السلعه. ايوه السلعة. انا فاهم شغل الشركه، وكلتك ناخذ كتوكيل، كل الشركه توكلك وتاخذ بالضبط. انا دايما ببقى حريص ان انا العميل اللي بيشتري مني الحاجه بيشتري حاجه بمواصفات كويسه وبتفيده الكلام، بس ان هو يحصل على شيء متميز يا حبيبي. انت بين امرين، اما انك تكون وكيلا عن الشركه في البيع، تقول يا جماعه انا سابيع لكم واخذ نسبه كذا كذا، هذه لا غبار عليها ابدا، او انك تتملك السلعه، فإذا تملكتها تخير المشتري عند مجيئها إليك، عند البائع له. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. والله أنا عندي كنت شاري قطعة أرض ومديون بمبلغ، والمبلغ ده موجود معايا، ينفع أطلع له زكاة مال؟ مبلغ يسدد مطلوب منك سداده متى؟ يعني المفروض هو عدى ميعاده من 15 يوم مثلا. ايوه لك ان تسدده ولا تدفع، لان المال الان انت شاريها للتجاره ولا شاريها للقنيه؟ الارض التي اشتريتها للتجاره او اشتريتها قنيه؟ اذا كنت اشتريت الارض للتجاره وللاستثمار فعليها زكاه، وعلى المال الذي معك ايضا على الذي دفعته في الارض زكاه، وعليها على المال الذي معك زكاه. أما إذا كنت اشتريتها قنية تقتنيها، فيفترض أننا نخصم الديون التي عليك ونزكي المتبقي والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ،
اسالك على سؤال كده بس معلش اطول شويه. لا لا تطيلي. طيب حاضر. في واحده كانت واخده مني يعني ورثها من انا ورثها من والدي انا ورثها من والدي ورثه ايه ورثه شقه من والدي. ايوه وبعدين. وكانت يعني واحده ساكنه فيها واخده دفع والدي 17000 خلو. ايوه دفع والدي 17000 خلو وكان بتخصم كل شهر نص المبلغ يعني الشقه ب 140 كان بتخصم 70 وتديني 70 لما خصمت ب 17000. لحظه كانت خلو لا. كانت خلو ولا مقدم ايجار؟ لا ده خلو وسكن فيهم. ما هو ما الخلو الان يختلف عن مقدم الايجار. الخلو الخلو بيكون مبلغ مقطوع وكان مخدوم منها ومتفق معاها ان هي تخصم كل شهر لحد ما تخرج ب 17000 دولار. لا ده مقدم بيه. ايجار مقدم ايجار ايوه فخلصت بيهم. ايه فوالدي توفى لما والدي توفى الشقه بقت معايا انا جت هي طلعت طلبت مني 40000. ليس لها ذلك ليس لها ذلك ملهاش لا ملهاش الا اذا كان خلو لكن تقول مش خلو وانت تقول مقدم ايجار لان في فارق. هي لما جت تطلع بقى يعني خلصت ب 17 دولار ليس لها ذلك وطلب الثاني 30 خلاص يا اختي ان كان انتهى الكلام. الخلو كان مبلغ يدفع في حقبه من الزمن في مصر يسلم مريد الاستئجار مبلغا مقطوعا 100000 50000 للمالك دون ان ياخذ مقابل لهم هدر هكذا كخلو رجلي كما يقولون. فهذا الخلو ان دفع خلو رجل له ان ياخذ عند الخروج ما يشاء لكن ان لم يدفع خلو رجل لان العقد بيكون مفتوح ان كان هذا المبلغ مقدم ايجار وخصم من الايجار اختلفت المساله وليس له شيء عند الاخراج والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ليه ثلاث أسئلة عند حضرتك. تفضل. السؤال الأول يا شيخ إنني مريض شوية وفي شهر رمضان وعايز أفطر، هل يجوز لي؟ إذا كنت لا تتحمل الصيام ومريض فالله قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. طب السؤال الثاني اني حلفت بالطلاق على زوجتي يعني في شهر في يوم رمضان واني كنت يعني جاي من المرض ماذا قلت فقلت عليه الطلاق لا تمشي دلوقتي تروح بيت ابوك. فقلت يعني في معنى الكلام مالك وشافعي وابو حنيفه لازم تروح دلوقتي. ايوه خرجت. نعم. راحت ولا ما راحتش؟ لا ما طبعا جاء ابني اتدخل وقال لي يا بايا اعمل كفاره يمين وده شهر رمضان وامي بتعمل لنا الاكل وي وي الى اخره. قبل كده طلقتها؟ نعم. طلقتها قبل كده؟ لا ما طلقتش انا حلفت وليس طلاق. يعني قبل كده قلت لها انت طالق؟ لا مش طالق قلت عليها الطلاق مش انت طالق. قبل كده قبل هذه المرة. ايوه قلت مرة يعني بنفس الوقت برضه يعني بس ما يعني هل قلت لزوجتك في حياتك انت طالق اي مرة؟ ايوه قلت. كم مرة؟ هذه المرة الثانية. هو لو المشكلة انك قيدت وقلت شافعي وملكي وابو حنيفة فلما قيدت دخلت في حكم المطلق فمحسوب عليك تطليقة لكن إن كنت علقت اليمين دون تقييد بملك وشافع وابو حنيفة فحينئذ سنقول لك كفر كفارة يمين. أما على ما قيدت فطلاقك واقع وهي التطليقة الثانية. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. استعينوا بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. نعم. شيخنا فضل. عليكم السلام ورحمة الله. وشيخنا فضل ذكر الشخص رضا العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، استغفره واتوب إليه، غفر له الذنب ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفيما تأخر لا لا لا، الحديث كله ضعيف. ها؟ كله ضعيف يا شيخ، كله ضعيف، لا يصح. حديث ضعيف يعني صحيح؟ نعم ضعيف. جزاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولانا، ازاي اخبارك؟ الحمد لله، كل عام وانتم بخير. وانت طيب. انا سألت حضرتك سؤال من منذ قليل، ويعني وانا ما فهمتش الاجابة، او حضرتك يمكن ما فهمتش مني السؤال. انا لا اقصد ان ولدي اللي هو مطلق ده قاعد معايا، مش اقصد ان انا اديله هو الزكاة، أديها الأبناء اللي هم منفصلين عنه، هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا لا يجوز أيضا. هو أبنائه معه في البيت معه ولا لا؟ لا لا، ده منفصلين وقاعدين في مكان. أيوه. مكان تاني. أيوه. وبياخدوا نفذة عن طريق المحكمة، وابني ده هو اللي قاعد معايا، هل يجوز إن أنا أديهم من صدقة المال أو من زكاة المال، أديهم جزء من زكاة المال لأبنائه دول اللي هم منفصلين عنه، مش لابني، لا لأولاده ولأمهم يعني؟ ايه لامهم، عشان هي اللي مقيمه عليهم يعني وبتصرف عليهم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، لابد من التفصيل والبيان في هذه المساله. التفصيل والبيان حاصله ان هذا الرجل له ابن مطلق وله ثلاث بنات مع امهم، هذا توصيف حاله. فالولد ياكل ويشرب مع ابيه في البيت، فكان المفهوم من السؤال أولا أنه يريد أن يخرج الزكاة لهذا الابن، زكاة الفطرة على ما فهمت. ومن ثم قلت له سترجع إليك الزكاة، ولأنه يعيش معك في نفس المعيشة. فأفاد الآن شيئا آخر، أن هذا الابن له ثلاث بنات يعيشون مع أمهم، يعيشون مع أمهم. ويفترض شرعا أن هذا الابن مكلف بالإنفاق على بناته وهذا الحادث، لكن الابن عاطل وأبوه يطعمه، ويريد أبوه أن يواصل العطاء للأحفاد، إذ هم مسؤولية أبيهم. فهذه المسألة راجعة إلى شيء، متى تنتهي نفقة الرجل على ابنه؟ تنتهي نفقة الرجل على ابنه عند فريق من العلماء إلى البلوغ، وقال آخرون إلى الاستغناء. فالولد قد استغنى زمنا وتزوج وانفصل في المعيشة وأنجب ثلاثا، فأصبحت نفقة أبيه عليه ليست بواجبة، إنما ما يفعله الوالد معه من باب النفل، وما يفعله مع البنات أيضا على ما أختاره من أقوال العلماء الآن من باب النفل. فيجوز إذن أن يعطيهم من زكاة المال للأحفاد، لأنه ليس بملزم من الآن بالإنفاق على ولده العاطل، والله أعلم. يجوز إذن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت حضرتك، عندي سؤالين. تفضل. حضرتك، انا متوفي. نعم. جوزي متوفي. زوجي. وحضرتك وقت في جنة حضرتك. جوزي متوفي. والشركة طلعت لي فلوس. حطوا للولاد، ما رضوش يطلعوا الفلوس، حطوا للولاد الفلوس في البريد. الفلوس عندي
لا وضح السؤال. السلام عليكم. عايز اكلم الشيخ مصطفى العدوي. اتفضل اتفضلي اتفضلي. لو سمحت يا شيخ. نعم. عندنا طفلة صغيرة مولودة في الشهر السابع وعندها اعاقة داخلية وهي محطوطة على جهاز تنفس صناعي. في حال الحكم دلوقتي لو فصلوها عن الجهاز ده تعتبر ميت. عفوا الاطباء الاطباء المعالجون قالوا هنا هل هناك حالات مثل هذه شفيت او انها فقط مجرد وقت وتعتبر ميتة؟ نستعين برأي الاطباء في هذا الباب. اذا قالوا هناك حالات مثل هذه اسعفت وقتا من الزمن وعاشت حياتها فنقول اصبري ولا تنزع عنها الأجهزة. أما إذا قالوا الأجهزة لا قيمة لها إلا فقط شيء صوري فحينئذ نقول ارفع الأجهزة ولست بمسؤولة. بارك الله فيك. ماشي يا شيخ. السلام عليكم. والله يزرك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا كل عام وانتم بخير. وانت طيب. حضرتك هو في حديث يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الفرض في رمضان تعدل 70 فيما سواه وصلاة النافلة تعدل فرضا فيما سواه. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بسند ضعيف لا يصح أنه قال قد أظلكم شهر كريم الصدقة فيه تعدل نافلة الصدقة فيه تعدل الفريضة والفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه لكنه حديث ضعيف حديث ضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام مولانا. نعم. لي عند حضرتك سؤال. اولا ادعينا لربنا ان تعفنا عن هذا الوباء وردنا للمساجد. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. السؤال الثاني انا طلبت من اخ لي مبلغ من المال عن طريق التليفون. نعم. طلبت مبلغا من المال. طلبت مبلغا من المال. ايوه من اخ لي عن طريق التليفون. وعد. وبعدين قال لي لا املك نقود لكن املك 30 جرام من الذهب. ايوه وبعد. فقلت له بيعها لي وارسل لي ثمنها نقدا. والان عايز اردها له فهل اردها له عفوا صبرا انت توكلته في البيع نيابه عنك او ماذا؟ عن طريق التليفون. نعم. لا في جزئيه بس يعني المفترض انك اخذت مال تسلم مال لكن هو قال انا ما عندي مال عندي 30 جرام ذهب قلت له بيعها لي هل هاي. انت لما قلت له بيعها لي وكلته في البيع نيابه عنك وتعهدت له ان تردها ذهبا او ماذا؟ انا قلت له بيعها لي وارسل لي ثمنها نقدا وسوف اردها ذهبا ان شاء الله. قلت له سوف تردها ذهبا اذا انت وكلته في بيع 30 جرام ذهب. نعم. فانت ملزم ان ترد له ذهبا لانه باعه وكاله عنك. تمام. رد ذهب. بارك الله فيك مولانا وحفظك الله وياكم وياكم. السلام عليكم. الو. نعم. السلام عليكم. لو سمحتي كنت عايز اسال حضرتك وانا لو في فتره الحيض ينفع اقرا قران من التليفون عادي؟ هل في فتره الحيض ينفع ان تقراي قران من التليفون؟ يجوز يجوز ان تقراي القران من الهاتف المحمول في فتره الحيض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه وقال لعائشة لما حاضت في الحج فعلم يفعل الحج إلا أن تطوفي بالبيت فجوز لها الذكر والتلاوة أما مس المصحف فأنت لن تمسين المصحف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا شيخ لو سمحت جوزي ما بيصليش وما بيصومش وعلى طول بيسيب. أجبناك على هذا من قبل أو أمثالك. لا زوج لا يصلي ولا يصوم ويسب الدين ومعاملته سيئة افترقي منه
انا طلبت منه قبل كده يا شيخ ورجعت تاني عشان خاطر اولادي. انت ما انت لست مظبوطه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم، تفضلي. وعليكم السلام. رجل اغمى عليه في نهار رمضان. من اليوم ما فقش الا بعد الفطار. هل يعيد يومه او صيامه كده تم؟ رجل اغمي عليه وافاق بعد الفطار، صومه صحيح. إلا إذا كنتم هل أعطيتموه شيئا من الفم ولا شيء؟ لا 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 شيء، لا شيء. أي بارك الله فيك. السؤال الثاني، نعم. السؤال الثاني، واحدة طلعت عمرة فهي كانت بتشوف الكعبة في التلفزيون واسعة والمكان كبير، فأول ما دخلت الكعبة لقيت قالت إيه ده المكان ضيق، هل ده حرام عليها ولا ما فيش مشكلة ذنب عليها؟ عفوا، عايز سؤال؟ واحدة طلعت عمرة. ايه. وهي كانت بتشوف الكعبة في التلفزيون كبيرة، المكان واسع وكبير، وأول ما شافت الكعبة لقيت المكان صغير مش زي ما متخيلة. فأول ما شافت المكان قالت إيه ده؟ ده المكان صغير مش واسع. لا شيء عليها. لا شيء عليها. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام، كيف كيف؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ونعم يا شيخ، أنا عايز أسأل سؤال بس. تفضل. أنا نعم. هنا على طول يعني زوجتي كل ما أتكلم على طول وهي إيه في مشاكل على طول وبترد عليا. والسؤال بترد عليه، فانا خايف احلف بالطلاق، لا ربما يجوز الطلاق، يجوز يعني كده وبتاع. يعني ايه المطلوب؟ يعني ايه السؤال الان؟ السلام عليكم. السلام عليكم. مولانا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله انا عندي لحضرتك سؤال. ايه السؤال؟ سؤال، كان اخ نزل معاه مبلغ ورايح يشتري بيه ذهب، وانا اخذت منه هذا المبلغ نقدا. وجيت ارده له فطالب مني، انا كنت هشتري في نفس اليوم ده 50 جرام ذهب. ارد له المال ولا ارد له الذهب؟ اخذت منه المال قبل ان يشتري الذهب. عفوا. أعد سؤالك، أنت صاحب السؤال السابق من قبل ولا لا؟ نعم أيوه نعم. طب أنا جاوبتك عليه بتفصيل. ما هو أختي لي طلبت مني هذا السؤال. لا 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 لا، كده مش، ما أنت لست بجيد. لأنك أولاً جئت تقترض، أنت حولت وحورت شوية. جئت تقترض من أخيك 30 جرام ذهب. تقترض مبلغ، قال أنا ما عندي فلوس. عندي 30 جرام ذهب. قلت له بيعهم وحولهم لي وانا اسددك، وذكرت ان في ثناء كلامك انك قلت ستسددهم ذهب، والان حورت. لماذا حورت ودخلت بصوت اخر وعدلت 30 جرام الى 50 جرام؟ ليه كذا؟ السلام عليكم. على انتهى سؤالك عموما، لكن السؤال الأخ السابق لعلي فهمت منه شيئا فهو محل بحث. رجل تحدث بينه وبين زوجته مشاكل، زوجته مستفزة، فهو يخشى أنه مع الاستفزاز يقول لها، وهو لا يحب ذلك، يقول لها أنت طالق. يخشى أن يقول لها في المشاكل أنت طالق، فيريد أن يحترز بحرز بغض النظر عن سؤال الأخ من عدمه. فهل له أن يقول يا رب أنت تعلم أني لا أريد تطليق زوجتي، فيا رب إذا استفزتني وخرجت مني
لفظة أنت طالق يا رب لا توقع طلاقي، هذا سؤال قد يرد على بعض الناس. فقد يقول له قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك طهرة له يا رب. وقال لأم سلمة لما دعا على جارية لها وجاءت تعاتب أو ما علمت ما شارطت عليه ربي إني قلت اللهم إني بشر إلى غير ذلك. فهذه المسألة تكون في الأمور التي بين العبد وربه، هي بين العبد وربه الآن، الذي حدث للرسول كان بينه كبشر وبين ربه تبارك وتعالى، لكن إذا كانت بين العباد وبعضهم البعض فهل يجوز أن يقول ما سلفت الإشارة إليه يا رب أنا لا أريد تطليق زوجتي ولكن يا رب إن استفزتني وخرجت مني لفظة عن غير قصد فلا تؤاخذني بها؟ أقول نحن في غنى عن هذا التأصيل، عن هذا، لأنه أصلا إذا غضب غضبا شديدا فقد فيه التحكم في نفسه الطلاق لا يقع، لكن كونه يقوله في شيء من عقله وقوي أنت طالق للتهديد لا تجوز. فنحن سنغلق الباب أمام قوله، أمام قوله أنت طالق للتهديد، ونقول إجمالي القول إذا وصل الغضب بشخص إلى أن فقد التحكم في نفسه فلا يقع طلاقه إذا طلق وفاقد التحكم في نفسه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت يا شيخ لي سؤالين. سل. السؤال الأول لي ابني يدخن السجائر ويريد أن أساعده في مصاريف الزواج، هل أساعده من أموال الصدقة ولا ما ساعدهش؟ السؤال الثاني. أموال الصدقة تقصد أموال الزكاة ولا إيه يعني بالضبط؟ لا أموال الصدقة اللي هي أنا أبوه يعني وعاوز أساعده في مصاريف الزواج، بس هو بيدخن وأنا مش عاوز أساعده هو بيدخن السجائر. بس كده، لكن مش زكاة المال. لا مش زكاة مال. لا يجوز. هو بيدخن السجائر عادي. بس لو دخن سجائر بكام يعني؟ ب2 جنيه في اليوم ولا ب5 جنيه في اليوم؟ بس هو شاب شاب يعني. إيه ما أنا بقول لك يجوز أن تساعده على العفاف الله يحفظك. طيب ابنه. السؤال الثاني. نعم. اللي أعمل مدرس ابتدائي وأقوم بإعطاء دروس خصوصية بعد المدرسة دون إجبار أحد، فهل هذا العمل حلال أم حرام؟ الدروس الخصوصية؟ دون إجبار أحد من التلاميذ في الابتدائي. الدروس الخصوصية جائزة إذا يعني لم يكن لها توابع، يعني إذا كنت لن تجامل الأولاد الذين عندك وكذلك لم يؤثر هذا على أدائك في المدرسة فلا بأس حينئذ. أما قوانين الدولة لا أعرفها في هذا الباب. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، نسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي بتقوى الله والعمل الصالح والإقبال على هذا الشهر، على هذه العشر الأواخر بجد واجتهاد، إذ هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام على خير وهذه الليالي على خير، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. بارك الله في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن
كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.